أستاذ يا عبد عمي. الرحمن سي مجبر. عبد الرحمن، مرحبا بك. الله يسلمكم. سي طيب. يا عبد الرحمن، استغلوا الفرصة أنه نعرفوك بالمجموعة، المدربين، طلبة، أساتذة اللي راه معنا كامل. هذا سي عبد الرحمن مجبور، هو اللي راه مسؤول على شركة تكنو بيرف، هو المسؤول عليها، هو اللي عاوننا باش نمشوا في المبادرة هذه بالطريقة السريعة. يعني نشكروه، نشكروه والمدربين على بالي بلي راهم يشكروا فيك نيابة أجرو ميرسي، أجرو ميرسي. على بعض الزملاء، ومشكور وإن شاء الله تكثرنا برك من المبادرات هذه. إن شاء الله خويا، صح أفطركم تو الموند. الله يسلمك. نقول لك تو لو بليزير إي بور نو داتخ باغمي فو تانيك. باغمي لي دكتور إي لي بروفيسور إي لي زونترينور، سا في بليزير داتخ أون كونتاكت، مالغري كو لو كونفينمون إيلي لا. وإن شاء الله ربي يرفد علينا ونتلاقاو في مناسبات أخرى. إن شاء الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. بداية، في هذه المحاضرة الثانية التي تنظمها شركة تكنو بيرف وترعاها تقنيا شركة رانوبيت، نشكرهم الشركتين الاثنين على هذه المبادرة. اليوم رفعوا لنا العدد، يقدر يدخل معنا حتى 500 مشارك، وكذلك تكون المحاضرة منقولة على قناة اليوتيوب غدا إن شاء الله، تكون موجودة على قناة اليوتيوب. بالنسبة لهذه المحاضرة، يعني المحاضرة الأولى راهي موجودة، والرابط نتاعها موجود داخل صفحة الفيسبوك. المحاضرة الثانية من تقديم الدكتور طيب بن صالح، متمحورة حول مهنة متخصص في التغذية الرياضية. هذه المحاضرة سوف تكون مباشرة كما تعلمون، وسوف يقوم بإعطائنا بعض المعلومات الخاصة بالتغذية في رمضان وفي الحجر المنزلي كذلك، الحجر المنزلي. نشكر طيب بن صالح، الدكتور طيب بن صالح المتخصص في التغذية وهو صيدلي كذلك، اللي شارك معنا في عدة ندوات سابقة، في عدة دورات تكوينية، وكان يعني متميز واستفدنا منه. أنا شخصياً كمدرب يعني ومتخصص في الرياضة استفدت منه بدرجة كبيرة كبيرة جداً، أني استفدت من المعلومات القيمة، لأنه دائماً يكيف المعلومات الخاصة بالطبيعة أو الثقافة الجزائرية، خصوصاً من ناحية الأكل الجزائري، ويكيف هذه الأكلات على الأكل الصحي إن صح التعبير. هو اللي راح يزيد يتكلم لنا عليه مليح، هو يعني باحث في مخبر علوم وتقنيات النشاط البدني الرياضي، وكذلك أستاذ محاضر في جامعة الجزائر، وكذلك في المعهد العالي للرياضة. وراح نترك له الكلمة كذلك ليزيد يعرف بنفسه من خلال النشاطات اللي قام بها، اللي ممكن أنا ما كاين حوايج اللي ما نعرفهمش، أنا راح يتكلم عليهم هو. رحبوا به ورحبوا بكم جميعا، وإن شاء الله تستفادوا من هذه المحاضرة الثانية مباشرة. يعني نشكركم انتم ثاني على الحضور تاعكم، اللي هو يشرفنا ويزيدنا عزم باش نزيدوا نبرمجوا لكم محاضرات اخرى ان شاء الله في المستقبل. ومباشره نحيل الكلمه للدكتور بن صالح الطيب اللي اعطانا هذه المحاضره، فلي تفضل مشكور. المحاضره الاولى اللي تتكلم على ميتيي نوتريسيون دو سبور، كاين ان بوا راح نعرج عليه، اللي هو Actuellement en Algérie, on n'a pas de type de formation à la مستوى الجامعات. إن شاء الله بربي راح نعمل إحنا والدكاترة والبروفيسور والناس اللي راها تعمل على مستوى الإدارة في الجامعات وفي الوزارة إن شاء الله المصرية، إنه on va intégrer des formations soit en licence ou master إن شاء الله دكتوراه. En même temps Technopérf راح إن شاء الله راه يسمع فيها المدير تكنوبيرف إن شاء الله on va essayer de réaliser des formations continues avec un diplôme tout ça dans ce type de métier. Voilà. راح نجوز المحاضرة الثانية اللي هي معنونة التغذية الحجر المنزلي و شهر رمضان. أولاً راح نتكلم على الميزان الطاقوي لدى الرياضي.
خلال الحجر المنزلي، الأعراض الجانبية سايد إيفكتس للحجر المنزلي والصيام لدى الرياضي، هنا كان خطأ لدى الرياضي، تكييف النظام الغذائي وتصحيح العادات الغذائية، الأطعمة التي يجب مراقبة تناولها أو التقليل منها، رمضان وشرب الماء، نصائح غذائية لشهر رمضان. وراح نعطيو ان اكزامبل على ان غوطا وجبة إفطار اليوم الصيام. دونك أول شيء راح نتكلموا عليه أنه المشكل الحجر الصحي ولا الحجر المنزلي للرياضي وخاصة الرياضي النخبة، أنه راح يصرى فقدان توازن في الميزان الطاقوي. لماذا؟ لأنه الرياضي راح يحافظ على نفس الريجيم أليمونتير، تقدير نفس الحمية الغذائية، وأنه لا ديبونس انرجيتيك الاستهلاك الطاقوي تاعو راح ينقص، لانه الحجم لو فوليوم دونترينمون لا شارج كان يونطريني بي كوتيديان بوندون 2 اور راح يونطريني ميم با 45 مينوت. دونك هنايا الحجم الساعي راح ينقص، سيستيماتيكمون راح يصرى ان ديزيكيليبر فقدان التوازن في الميزان الطاقوي، ارتفاع الاستهلاك الغذائي، انخفاض الاستهلاك الطاقوي، وخطر زياده في الوزن. وهنايا لي سبورتيف اللي هما سورتو كونسيرني سي سورتو لي سبورتيف وي كي فون ابل او بوا لي سبور دو كاتيجوري دو بوا، جودو، كاراتي، تايكوندو، لا لوت. خطيف انا الصوت برك، دير قرب المايك شويه من هكا تسمع فيه. لا لا انت المجموعه راهم يقولوا كاين لي صوت منخفض باش وصلوا لهم قاعد الناس. وهكا الصوت راه مليح. راه مليح، انا بالنسبه لي نسمع فيك مليح. تفضل. لهذا راح نشوفوا انه المشكل لوبستاكل الاول اللي راح نواجهوه انه هناك ارتفاع في الاستهلاك الغذائي وانخفاض في الاستهلاك الطاقوي. وقادر الاطلات راح يقول لنا نعم انا راني ناكل كما بكري، ما زدتش في لاسيات تاعي اللي لا ميم ايدام كي قبل كي درو. مي لو بروبليم انه في الجهه الاخرى من الميزان وصرا انه نقص الاستهلاك الطاقوي، دونك لا ديبونس انرجيتيك. واش راح يصرا؟ يا ان ريسك دو بريز دو بوا، ولا لا بريز دو بوا ما ماهيش راح تكون ميسكولار، دوماج راح تكون سو فورم دو ماتيير غراس، دونك او نيفو دو تيسو ادوبوس يعني سون سيجي. هنا هذا انشي مالي يتكلم على انه الحجر المنزلي هنا لي سايت سيفكس لي زيفي سيكوندير الاعراض الجانبيه للحجر المنزلي، انه كاين مشكل اكتساب الوزن، مشكل كبير اكتساب الوزن. علاش مشكل كبير اكتساب الوزن؟ لانه عنده علاقه مباشره مع الاضطرابات في الاكل. علاش عنده علاقه مباشره مع اضطرابات الاكل؟ لانه هنا لافلت كي يكتسب الوزن راح يجي ان فينومان اون فوا يطلع فوق لا بالانس. هنا راني نحكي سورتو لي سبور دو كاتيجوري دو بوا سورتو، وين يطلع فوق لا بالانس يلقى اون بريز دو بوا تاع 4 ولا 5 كيلو، هنا يلي ان بروبليم. واش راح يدير؟ يدير ردة فعل اللي هي لا كومبونساسيون. كيفاش راح يكومبونسي؟ راح ينقص في الاكل تاعو، راح يوتيليزي دي ميثود دو بير دو بوا، دونك قادر يوتيليزي دي لاكساتيف جو سي با، يوتيليزي دي ديوريتيك. صوت دكتورة، صوت دكتور طيب، صوت غير مسموع طيب، سكوبا الصوم مانيش نسمع فيه طيبة. دكتور تسمع فيا؟ احنا مانيش نسمع فيك، مانيش نسمع طيبة. تسمع فيا؟ دركا نسمع فيك وي. راح الانترنت برك، الانترنت اللي انستابل. قلنا انه الاكتساب الوزن دونك لا بريز دو بوا سو فورم دو ماتيير غراس، اكتساب الوزن راح يؤدي في بعض الحالات خاصه لدى الرياضيين كاين لي سبور دو كاتيجوري دو بوا، وين كاين ان ريسك من سبورتيف يكون دو بوا، كاين دو ريسك، كاين دي زاتليت فون كومبونسي راح
كل راح يتوليز دي ميثود. وكان دي زاتلت وين يقول لك معليش كي تلحق لا كومبيتيسيون سمانه ولا 10 ايام عندي لا ميثود تاعي. وين هنا بار اكزومبل في جيدو نهضروا على لي ار او ال رابيد رايت لوس لي تكنيك دو بيرت دو بوا رابيد. سي دي تكنيك نيفاست لاتلت سور لو بلان مونتال سور لو بلان فيزيك سور لو بلان فيزيولوجيك. نقدرين راح يولوا عنده اعراض في المستقبل اعراض ماشي مليحه سيرتو لي زاتليت فيمينين. دونك هنا راح يصرى ان فينومين دو كومبونساسيون اكتساب الوزن وان ريسك نتاع ظهور الاضطرابات في الاكل. وكان نوتخ ريسك اللي هو هزال العضلات صافي الماتروفي ميسكولار. Voilà. في المشكل دو لاتروفي مسكولار هزال العظامات لازم الرياضي راح نقصوا له صافي فلاسيات تاعو اللي راح يتناولها خلال فتره الحجر الصحي خلال شهر رمضان يزيدوا في البروتين تركيز اليمون ريش من بروتين او ميم طون راح نقصوا له في لي توسكي كربوهيدرات تيسيد سورتو لي غلوسيد لي سكر رابيد توسكي farine blanche, pâtisserie, les bonbons, la boisson gazeuse, on a chez elle. On sache le saut. Je vais mettre le mic. تكلمنا في لا بروميير بارتي في لا بارتي الاولى تكلمنا على الحجر المنزلي. الان راح نتكلموا على شهر رمضان. في شهر رمضان كاين بلوزيغ بوين بلوزيغ ابيتود عادات راح يتغيروا خلال شهر رمضان. منها انه النوم يصبح غير منتظم، اضطراب في العادات الغذائيه، جفاف وانخفاض في سكر الدم لا ديزيدراتاسيون وريسك ديبوغليسيمي سورتو خاصه اللي برمجنا حصه رياضيه قبل الفطور كاين ان ريسك ديبوغليسيمي وخطر الاصابه بعد التدريب. وكاين هنا نقطه انا كي راني نتكلم على هذو لي زيفي مانيش نقول ان الصيام ماشي مليح، العكس الصيام عنده جانب صحي كبير. بصح وقتاش هذا باه يولي عندنا ليفي سويتي من لوجان لازم انه البرنامج الغذائي تاعنا يكون متوازن يكون صحي. اذا كان هذا في لا براتيك سبور لا سيونس دونترينمون بعد يكسر الصيام في الفطور تاع الصيام ياكل الحلويات وكذا وتكون لاسيت تاعو هي ديزيكيليبري ما فيهاش لي كولور، هنا يل با بوزيي المنافع اللي راح تجينا من الصيام. خلال الصيام رايح يل با ساتوري لو فوا، رايح الفوا الكبد تاعو ما يخليهش يعمل بطريقه جيده. لهذا الصيام جيد، وخاصة احنا كاين دي سبورتيف وين ننصحوهم انه يستعملوا لو جون انترميتون الصيام المتقطع مع شرب الماء لو جون انترميتون ايدريك. دونك سي تري انتريسون. لهذا خلال شهر رمضان سي تون اوكازيون، هذه فرصة لنا للرياضي انه رايح يزيل السموم. دونك يبغى رياليزي اون ديتوكسيفيكاسيون ايباتيك، ازالة السموم على مستوى الكبد على مستوى الخلايا بطريقة طبيعية. هذا شيء عظيم. أنا بالنسبة لي شيء كبير بزاف أنك تتخلص من السموم بطريقة طبيعية بلا ما تأخذ خلطات بلا ما تأخذ أدوية بطريقة طبيعية أنك تتخلص من السموم. دونك اون ديتوكسيفيكاسيون نيفو هيباتيك اي او نيفو سيلولار على مستوى الكبد وعلى مستوى الخلية. ونقطة كذلك مهمة خلال الصيام أنه تجديد المخزون الطاقوي، دونك رونوفلي لي ريزيرف انرجيتيك.
niveau du foie, à la moussaoua de l'al-kabit. Par exemple, les lamardo, mythal glycogène, 30% à la moussaoua de l'al-kabit, on va nous jeter. Et on va nous jeter ما يقارب 70% على مستوى الكتلة العضلية. يعني راح نجدوا المخزون الطاقوي في جسم الإنسان. نقطتين مهمتين لدى الرياضي، إنه الصوم إذا كان هذا الرياضي يتبع الإرشادات اللي يمدهم المدرب، اللي يمدهم المحضر تاعه، اللي يمدهم إذا كان كاين مسؤول على التغذية، رايح يسمح للجسم تاعه إنه يزيل السموم على مستوى الكبد وعلى مستوى الخلايا، وكذلك يجدد البكتيريا الموجودة على مستوى الأمعاء الميكروبيات، وراح يعمل طريقة جيدة خلال شهر رمضان، وكذلك تجديد المخزون الطاقوي. وقضنا كأنيكزامبل الغليكوجين المتواجد على مستوى الكبد وعلى مستوى العظم. بروفيسور تسمع فيا مليح؟ انا اسمع فيك، المفروض انا نسمع فيك، انا ما كاش مشكل. ولهذا انه لقمنا بتدخلات نوعيه وكميه، بدخل تدخلات دونك دي انترفونسيون سور لو بلان كاليتاتيف وكوانتيتاتيف دو لاسييت، ومن طون دي انترفونسيون سور لو بلان ماكرو نيوتريسيونيل، راح تسمح لنا أنه نحافظوا على نقاط عديدة عن طريق الصوم وخلال الحجر الصحي. أولاً لقمنا بتدخلات كمية كافية من الأكل كماً ونوعاً، رايحين أول نقطة ونبغالونتير إبقاء اكتساب الدهون، مناش رايحين نكتسبوا دهون بنسبة كبيرة، هذه نقطة مهمة جداً. راح نحافظوا على الكتلة العضلية، دونك اون با هنايا راح نحافظوا على لا بيرفورمانس نتاعنا، كل ما هو كتلة عضلية فيتاس فورس راح نحافظوا عليه، هذه نقطة مهمة جدا. عدم ظهور اضطرابات في الأكل، تدير الجانب السلوكي، الجانب نفسه جسدي بسيكوسوماتيك، ما راح يجونا دي تروب دو كومبورتمون اليمونتير دو تيب بوليمي ولا انوركسي، هذه نقطة مهمة كذلك. والنقطة الأخيرة اللي هي عدم ظهور اضطرابات، هنا كاين تسلسل، هذه النقاط لا حافظنا عليها سيستيماتيكمون، الرياضي راح يحافظ. شيخ طيب أنا من فضلك دقيقة باش نديرو بوز اون مينيت ولا باش نشوفو جماعة على حساب الصوت، وراه مشكلة في الصوت ما فهمتش أنا، يكتبوا مجموعة بلي لا نسمع تماما منذ انتهت المداخلة الأولى. أوه صح، المفروض رانا دقيقة كنا ندير نحي كاريم المايك دقيقة، ما نديزاكتيفي لو صون، ناكتيفي لو صون تاعهم ومن بعد نديزاكتيفي. انا نسمعك هكذا، روح تكلم شوية نعاودو ولا كيفاش ندير؟ اقرا لي لي كومونتير برك. اسمع كاين واحد 10/10 ما فهمتش انا، بالك اللي راه يقول مانيش نسمع تماما عنده مشكل هو في الصوت، بس كل مجموعه كبيره راه تقول انا اسمع بشكل واضح. دوكا 1/10/10 لا ماجوريتي راهم يقولون نسمعوا مليح، سما الصوت جيد. تكمل ابدا من هنا من هذا الديابو كملوا، شكون ما يسمعوا مجموعه كبيره هكا برك حمزه دقيقه ناخذ واحد 10 سكوند تسمعوا ولا لا؟ لا راك تسمع، فاني نسمعوا فيك جيد مليح، صوت جيد 10/10 مليح، تفضل كمل باش ما نعاودوش. قلنا انه قمنا بتدخلات كميه كافيه. اسمح لي طيب، اللي راه مش يسمع بالك عنده المشكل في الصوت تاعو في الجهاز تاعو، يفيريفي الجهاز تاعو، باسكو لا ماجوريتي راهم يسمعوا. دوكا ما نقولوش 10/10 ولا 5/5 لانه الانترنت راه تروح وتجي ثاني من ذاك، يعني استابيليتي شويه. سما عندنا رانا نسمعوا 8/10 4/5 من ذاك 5/5، انا راني نسمع 5/5 بليس 10/10 سما 15/15. تفضل الشيخ، تفضل الشيخ طيب، اكتيفي لو سون تاعك طيب. طيب اكتيفي الصوت تاعك راك كوبيتو.
دكتور بن صالح أكيدي الصوت. طيب هذا ورانا نسمعه فيك روح تفضل كمل من هذا الديابو عود عدم ظهور اضطرابات النوم. قلنا أنه يجب علينا نقوم بتدخلات كمية كافية، تدخلات كمية ونوعية، تدخلات ماكرو وميكرو نيوتريسيونيل اللي راح تسمح لنا إبقاء اكتساب دهون، الحفاظ على الكتلة العضلية، عدم ظهور اضطرابات الأكل the eating disorder ولا disorder eating، وعدم ظهور اضطرابات النوم اللي هو مشكل حقيقي اللي ما نحسبولوش ما نعطولوش أهمية، ولكن مشكل كبير. ولكن الرياضي ولا عنده اضطراب في النوم سورتو لي زانسون. تكييف النظام الغذائي وتصحيح العادات الغذائية، راح نتكلموا على لي زابيتود اليمونتير، العادات الغذائية. راح نتكلموا على الخضروات باريزون، انه الخضروات من الاحسن تكون نيئة. علاش تكون نيئة؟ لازم نحافظوا على الفيتامينات التي تحتويها الخضرة، ولكن كانت مطبوخة لازم عن طريق البخار او على شكل حساء دونك انسو سوفورم على شكل حساء. ولا كيسيون كي سوبوز، علاش نيئة؟ لانه بار اكزومبل لي فيتامين دو جروب بي، فيتامينات مجموعه ب وفيتامينات وفيتامين سي لاسيد اسكوريك، حساسين جدا لدرجة الحرارة. لكان درجة الحرارة تعدات 70 درجة، رايحين هذو الفيتامينات رايحين يتخربوا، صديرنا دونك يعني اون بيرت نتاع هذو الفيتامين. لهذا كي نتعاملوا مع الخضروات يجب يا ناكلوها نيئة كيديتي، سواء تكون مطبوخة في البخار أو على شكل حساء، وما تكونش درجة حرارة ما تتعداش 70 درجة. لازم يفو مونجي لي ليغوم، لازم ناكلوهم أو موان 5 فوا بار جور، 5 مرات في اليوم دو بريفيرونس. في الصيام أو موان 3 فوا دو بريفيرونس. عندنا نقصر الصيام الفطور، وعدنا انكولاسيون امينوي بريفيرونس مينوي ولا انتر، وعدنا السحور. من المستحسن ان ناكلوا في هذه الثلاث وجبات ناكلوا الخضروات، حرص على تناولها في جميع الوجبات، تكون متنوعه الالوان. كل ما كانت لاسيات نتاعكم فيها الوان كل ما هو جيد، كل ما كان لو ريفلي تاعها sur le côté mental et le côté physiologique intéressant. كل ما ناكلوا الوان عرفوا جيدا راكم تاكلوا في فيتامينات، راكم تاكلوا في فلافونويد لي بوليفينول اللي عندهم جانب مليح في الجسم الانسان، سي دي زونتي اوكسيدان مضادات اكسده، او ميم طون سي دي بريبيوتيك تعبير غذاء للبكتيريا الموجوده على مستوى الامعاء اللي هي الميكروبيا. لازم نغسلوا الخضروات ونقشروها جيدا. لماذا نقشروها؟ ماشي اون بروفوندور صافي دي مانيير سوبرفيسيال. علاش؟ لانه لا بلوبار دو طون كاين واش نعيطوا لهم اللي هما توكسيك، اون شارج توكسيك على مستوى الكبد. حنا نسيو اون فاريسيو دو ديمينيو، نقصوا من هذه لا شارج توكسيك، تعبير المواد السامة اللي جينا من لي بيستيسيد اللي يستعملوهم. أبار لا كان الرياضي يقدر يجيب خضرة بيو، مي سي ان بو ديفيسيل. نحترس من البقع السوداء على الخضروات. كل ما كانت بقعة سوداء حاب يقول انه خضرة قديمة اوكسيدي، يعني بو انتيريسون. تفضل الخضروات الموسمية الطازجة، هذه قاعدة عامة في لا نوتريسيون، سورتو في ليبيجينيتيك
انه يلزم علينا دو بريفيرونس دائما المستحسن انه ناكلوا الخضره في الموسم تاعها واش تنتج المنطقه اللي راني عايش فيها. حاب يقول انه راني ساكن في البوليده والبوليده فيها الطوماطيش في هذه لا بيريود جو كونسوم دو لا طوماط. راني ساكن في بسكره وبسكره فيها بار اكزومبل الزروديه في هذا الوقت جو كونسوم لي كاروت. دو بريفيرونس الخضره الموسميه. انا استعملت غير مجمده لانه حنايا في لو ريجيم ميديتيرانيا ناكلو دائما ما هو طازج، ولكن لي زيتود صافير الدراسات تقول انه التجميد يحافظ على كل ما هو فيتامينات في الخضره، ولكن نحن نعتمد على الجانب الجيني انه من عادات جدودنا ان ناكلو الخضر الطازجه. لهذا جي إكري إكسبري غير مجمدة، ولكن كي نقراو في لا ليتيراتور اون ني ا با اون ديفيرونس انتر لو كونجي صافير في لي ليغوم لو بواسون اي انتر المواد اللي تكون طازجه كونجلي بشكل طبيعي ماشي الكونجلي اللي فيه مواد غامضه. كونجيلاسيون ناتورال تاعك انت تجيب ناتورال ماشي اللي مشروعه لا مواد حافظه كونجلي. حاب يقول باغ اكزومبل الام تاعي تجيب الخضر وتكونجليهم وتستعملهم. فوالا كل الان راح نتكلموا على البروتينات الدواجن المنتجات البحريه والبيض. تفضل ان تكون طازجه او مجمده او معلبه. هنا استعملت معلبه انا ضد كل ما هو معلب كل ما هو صناعي، ولكن في فتره الحجر الصحي كاين ديفيكولتي اني نشري سمك طازج. لهذا في هذه الفتره نقدر نوتيليزي لي برودوي كونديسيوني ولا كل ما هو معلب في هذه الفتره. على الأقل حصتين من البروتينات في 24 ساعة في الفطور وفي السحور، وعلى بعد ساعتين من زمن قبل بداية التمارين. البروتين دو بريفيرونس يكونوا افون لونترينمون. هنا رانا نحكيو لي زونترينمون لونترينمون اللي هي بعد الفطور، اللي قبل الفطور راه ما كانش مشكل. اللي عنده حصة بعد الفطور دو بريفيرونس يخلي توجور هذاك الانترفال صافي دير خلي واحد الساعتين حتى ثلاث ساعات، ساعتين تكفي ويكونسومي بروتين، ومن بعد خلي ساعتين ويبدا في لا سيونس لونترينمون. طهي اللحم جيدا بور اليميني توسكي برودوي توكسيك لكي نحيو كل ما هي مواد سامه تكون كاينه على مستوى اللحم. استهلاك الاسماك الصغيره الحجم دو بريفيرونس. دائما هنا نستعمل كلمه دو بريفيرونس، من المستحسن ويفضل طهيها على بخار. لماذا الاسماك الصغيره؟ كاين ان فينومان نعيطوا له لا بيو مانيفيكاسيون ولا لا بيو اكوميلاسيون دو ميركور. لازم تعرفوا انه لو ميركور هذايا يجينا من البخار اللي ايمي بار لاندستري صافي لي زاندستري يزيزين وكذا. هذا الميركور راح يذوب على مستوى الماء صدر في البحر، يذوب الميركور وهذا الميركور يروح على مستوى الطحال وما شابه ذلك وتتناول صدر تتناول الأسماك. كل ما كان السمك كبير كل ما الاكوميلاسيون تاع الميركور راح تكون كبيرة، كل ما يكون تراكم الميركور راح يكون كبير كل ما كانت السمكة كبيرة. خاطش على لاشين اليمونتير انه السمكة الكبيرة تاكل السمكة المتوسطة، السمكة المتوسطة صغيرة الحجم، صغيرة الحجم تاكل الصغيرة كاع صافير لاشين اليمونتير. هنا واش راح يصرى؟ يصرى ان كوميل من اكوميلاسيون دو ميركور اللي هو طري توكسيك من الميركور. حنايا واش ننصحوا الرياضيين وغير الرياضيين انهم يتناولوا الاسماك الصغيرة في الحجم. في لا ليتيراتور نتكلموا على الكروفيت ولا سردين. كاين اللي يقدر لها لا كروفيت وكاين اللي ما يقدر لهاش، يقدر يكونسومي لا سردين. وفي لا ليتيراتور كذلك نتكلموا انه نقدروا نستهلكوا
ما هو معلب صغير فلا 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 سردين. أنا je dis conseil l'utilisation, donc je proscris la consommation de la sardine conditionnée, sardine معلبة. لاش لا كانت معلبة بزيت الزيتون وش عليه، ولكن لا كانت معلبة بالزيوت النباتية خاصة زيت النخيل لا il y a un problème. Actuellement راهم يوتيليزيو في على بلاص دو لويل بالماتيك، يستعملوا لويل دو تورنوسول، ولكن لويل دو لويل دوليف اللي بلوز انتريسون. لهذا ننصح قدر المستطاع، هنا ماهوش امر قدر المستطاع، انه نستهلكوا السمك ولا قدرنا نستهلكوا الاسماك ذات الحجم الصغير، لانه الهدف تاعنا انه الكبد نتاعنا يعمل دائما بطريقه جيده. سي سا لوبجيكتيف تاعنا طونكو اتليت طونكو سبورتيف، لازم لو فوا تاعي يخدم مليح. حاب يقول يخدم مليح يبا رينوفلي لي ريزيرف دو غليكوجين دو مانيير رابيد دو مانيير افيكاس سيستيماتيكمون لي بيرفورمانس تاعي راح يزيد. دونك سي سا لوبجيكتيف تاعي. Bien sûr, renouveler le glycogène, la synthèse des protéines, كل ما يحدث على مستوى الكبد ولا على مستوى العظام. المنتجات الألبان نفضل كل ما هو منتجات طبيعية، كل ما هو طبيعي ويتم تحليته، احنا نحليه حسب الذوق، نديروا العسل الناتوريل الكاكاو. علاش الكاكاو؟ لانها غنيه بالمغنيسيوم. الكاكاو تري انتريسون. الفواكه الطازجه او المجففه، فور اكزومبل نستعملوا الزبيب في المجففه، الزبيب كرينو، نستعملوا المشمش المجفف، مهم جدا، يعطينا طاقه، يعطينا فيتامينات، ويعطينا دي بريبيوتيك، صدير غذاء البكتيريا المتواجده على الامعاء. من المواد المنتوجات الطبيعية اللي نجيبوها من الحليب، فور اكزومبل الياغورت، الزبادي، الياغورت، لو بوتي لي اللي هو اللبن، لو ليكاي، الرايب. الرايب اللي تري انتريسون شي لي زاتليت. لا ليتيراتور بزاف دي زوتور يل ديز كو لو ليكاي سي اون بومب انتي اوكسيدانت. لك دو بريفيرونس لاتليت ابري لونترينمون 20 minutes, 15 minutes après l'entraînement, il y a du licaï, 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 il y a du licaï. Ça aide vraiment à réduire le maxo, le talaq, le stress oxydatif, ou bien sûr réduire l'acidité, le khaflo, le humoda, le tkoun, le tuajda, le jisme. هنا كل ما هو ألبان دو بريفيرونس من 2 حتى 3 وجبات من منتجات ألبان خلال 24 ساعة. خلال الصوم راح نقسموها على لي 3 برينسيبال روبا اللي هما الفطور، لا بيتيت، لا بيتو كولاسيون ميني ولا قبل المينوي، والسحور. مصادر العناصر المهمة، لانه هنايا لا بلوبار دي زاتليت هذو العناصر ما يستهلكوهمش، حنا اون فالي كونسيي. Les athlètes, les rahmi consommés au fihom, c'est très intéressant. Par exemple, le boudour au mokassarat, l'ouz, les ouranib, l'oméga 3, ouranib, les acides aminés, fihdouhoun, les polyinsaturés, jayid al-jismitana, le bendak, le boudour chia, très intéressant le boudour chia, nakhdou hafna, il a hafnete, khilal. 24 ساعة. نستعملوا صدير في لا كويزين، لكن لاتليت هو اللي بريبار لي روبا تاعو، انا ننصحو ان يستعمل هذه المجموعة من البهارات، ولا كانت الزوجة تاعو ولا امه هي اللي توجد يسيي يدخل في لا كويزين تاعها. مالغري عندنا في الجزائر سي انترفي تدخل لا كويزين في الموضوع رمضان، يقدر يبعث لها ميساج يقول لها فوالا لا تقدري تستعملي الكركم، الزنجبيل، القرفة، القرنفل، l'anis, étoile d'anis, c'est un peu plus le terreau, c'est très important. Par exemple, le curcuma, ou à Ibarra, un nadam ou bad de l'iltihab. Donc, les sportifs ont l'iltihabat ou kada, ils ont un peu le carcan.
الكركم مع الزنجبيل. لماذا الكركم مع الزنجبيل؟ لأن الزنجبيل راح يساعد على كركمين اللي هو البرينسيب اكتيف في الكركم انه لا لا يزيد في لابسوربسيون تاعو. ولا كاينه ماده اخرى نلقاوها اللي هي لا بيبيرين نلقاوها في لو بوغون اللي هو الفلفل المحليق بري الكونسومي وكذلك القرفه الفلفل والينسون نجم. استهلاك زيت الزيتون الزيوت هنايا الزيوت اللي تحتوي على دهون ذات فائده. انا جي سيتي هنا زيت الزيتون في لا ليتيراتور كاين بليزيور ويل اوتيليزي كاين الويل دو كاكاو كاين الويل دو كولزا مالوريزمون ما كانش بزاف هنا في الجزائر وكاين زيت زيتون حنا نستعملوا زيت زيتون يفضل 10 مليلتر على الاقل في اليوم. وراح نعطيكم اناستيوس الى اللي تريز انتريسانت انه نضربوا عصفورين بحجر واحد نستعملوا زيت زيتون مقصده بالفيتامين د. كيفاش اون بو لا بريباري هذه زيت زيتون مخصبه بالفيتامين د سي ليف دوليف انريشي اون فيتامين دي 3. نجيبو 500 مليلتر من فيتامين زيت زيتون ونضيفو له اون امبول دو فيتامين دي 3 ولا اون دوز دو فيتامين 3 تاع 200000 يونيتي انترناسيونال ونستهلكو منها 10 مليلتر يوميا. 10 مليلتر راح تعادل تقريبا واحد 4000 يونيتي انترناسيونال دو فيتامين دي 3. والفيتامين دي 3 الي تري 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 انتريسانت تحفز المناعة فيتامين د تقوي العظام عندها اون اكسيون جينيتيك على نيفو سيلولير اكسيون انتي انفلاماتوار مضاد للالتهاب. فيتامين د مهمة جدا خاصة لدى الرياضة خاصة لدى الرياضة. ناخذوا دي ام ال انريشي اون فيتامين دي 3 اللي هي ليكيفالون تاع 4000 يونيتي انترناسيونال او ميم طون نقدروا نستعملوها بوغ اسيزوني لاسيزونمون تاع لي سالاد تاعنا نستعملوها. اللي ما يقدرش يكونسومي هذاك الويل دوليف ديريكتومون الصباح صافي ما يحبش لو بو يقدر هذيك الويل دوليف يزيد لها ما نش عارف انا الزعتر يزيد لها القارص واش يحب يزيد لها ويديرها كوم ويل دا داسيزونمون تاع لي سالاد تاعو كل واحد على حساب لو غو. او ميم طون قادر واحد يبوز لا كيسيون يقول علاش نحطوا لا فيتامين دي 3 في 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 الزيت علاه ما نحطوهاش في الماء؟ لما لانه لو جروب دو فيتامين ا داك ا دي او كا سي دي فيتامين ليبو سوليبل هي عباره عن فيتامينات على مستوى الدهون. لهذا استعملنا الفيتامين د داخل زيت الزيتون لانها تذوب بطريقه جيده والجسم تاعنا يصمي ليها. ومن طون راح نتناولوا زيت الزيتون اللي هي غنيه بالاوميغا 3 وغنيه بالزيوت المشبعه والغير مشبعه وكذلك راح ناخذوا من دوز جرعه من فيتامين دي 3. وكاين نقطه كذلك فيما يخص فيتامين دي 3 قادر نستعملوا سواء الكوليكالسيفيرول اللي هو الفيتامين دي 3 وقادر نستعملوا لا فيتامين دي 2 اللي هو الارغو كالسيفيرول ما يهمش واش هذا. الفاكهه من واحد الى مرتين يوميا ندير دو فوا بار جور يفضل ان تكون طازجه. اليوم في هذه المده راني نشوف راه كاين بلاع دو بريفيرونس اون كونسوم بصح اون كونتيتي صدير افيك موديراسيون استاك نكونسوميوها افيك افيك موديراسيون. علاش؟ لانه الاندكس غليسيميك تاعها الي ان بو ايلفي بارفوا الي تري ايلفي وشنو هذا كوم انكونفينيون مي لافونتاج تاعها الي تري ريش ان بوتاسيوم. نغسلوا الفاكهه جيدا لازم باه نحيو كل ما هو بيستيسيد نقشروها ننتبهوا للبقع السوداء ابار لي بانان نقدروا البانان اللي فيها البقع السوداء نستعملوهم باه نحضروا لي سموثي دير لي بواسون انريشي نحضروها بهذا النوع من لي بانان. مي دو بريفيرونس انه نتفادوا الفاكهه اللي فيها البقع السوداء ودائما نفس القاعده نفضل الفواكه المحليه والموسميه. راح نتكلموا هنا على الاطعمه النشويه المفضله كل ما هو غير مكرر صافي دير تو سكي بوريفي
كل ما هو اندستريال ا ايفيتي داكور كل ما هو اندستريال ا ايفيتي كل ما هو كومبلي صادير لي بات كومبليت الارز الحبوب الكامله الخبز بالبذور جيد جدا نستهلك الباقوليات العدس الحمص الفاصوليا المجففه جيد جدا هنا كاين ملاحظه فيما يخص الباقوليات دو بريفيرونس انه نمزجهم حب يقول انه ناكل العدس مع الحمص العدس مع الفاصوليا لكن يقدر هذا الاطلت يقدر يكونسومي تقدر معنا دو بوين دو بو علاش لانه لانكونفينيون في الباقوليات انه ما فيهاش جميع الاحماض الامينيه الاساسيه ماهيش كيما اللحوم قادر تكون فيها سبعة ست احماض اساسيه ما يكونش فيها تسعة احماض اساسيه احماض امينيه اساسيه لهذا نمزج الباقوليات لكن امكن ذلك باش يكونوا عندنا كل الاحماض الاحماض الامينيه الاساسيه تناول اقل قدر ممكن من الطعام المصنوع من الدقيق الابيض توسكي فارين بلانش ا ايفيتي توسكي اندستريال ا ايفيتي داكور كل ما هو مكرر لازم نحيه ونحطوه على جهه لماذا par exemple une cuillère à soupe نتاع une farine blanche مغرفه كبيره نتاع الدقيق الابيض هي ليكيفالون ديريكت نتاع une cuillère à soupe تاع السكر دو جلوكوز داكور انك تاكل 200 غرام تاع خبز شغل راك كليت 250 غرام تاع سكر جلوكوز كيف كيف هذاك شويه مالح واغريابل والاخر حلو لا اكثر ولا اقل لهذا تفادوا كل ما هو مكرر كل ما هو صناعي نفضل كل ما هو كامل الأطعمة التي يجب مراقبة تناولها أو التقليل منها نقلل منها دونك اون فاي سي دو لي كونسومي افيك موديراسيون عندنا الأرز البطاطس الغنية بالنشويات دقيق الشوفان دقيق الشوفان اللي عليه ليتيج كبير واحد يقول مليح واحد يقول ماشي مليح وكذا انا عندي راي فيه نقدروا بعد ما كي نكملوا المحاضره نتكلموا عليه دقيق الشوفان عندنا الكينوا السمي السمو الخبز تقليل من الخبز من الاحسن تقليل وتيره استهلاك من ناحيه الكم والعمر المعجنات والحلويات والبسكويت وما شابه ذلك لي سيكري بوا لا باتيسري لا بواسون غازوز المشروبات الغازيه اللي هي عباره عن ماء وكولورون وكونسيرفاتور وغلوكوز دونك يفو ايفيتي العصائر المصنعه اللي هي مليئه بالالوان مليئه بالمواد الحافظه كل ما كي نقولوا كلمه صناعي سي ليكيفالونس دير تاع ماده حافظه ماده ملونه ومن ذاك جلوكوز ومن ذاك ادهى وامر انهم يستعملوا لي زيدولكورون مثلا الساكرالوز ولا الاسبارتام وما شابه ذلك ويقول لك هذا سي ديستيني بور لي ديابيتيك والاتليت ما عندوش معلومات كافيه يقول لك مادام الديابيتيك عنده السكر يكونهم دونك بالنسبه ليا ملاح ما يضرونيش العكس تماما مواد سامه توسكي ايدولكورون سامه لانها تسمم البكتيريا المتواجدة على الأمعاء على مستوى الأمعاء كل ما هو ملون في هذه المواد الصناعية غني بالألوان غني بالمواد الحافظة يضر جسم تاعنا يضر البكتيريا على مستوى الأمعاء ويضر الكبد ما يخليش الكبد يعمل بنجاعة الكبد تاعنا ما يخدمش مليح سيستيماتيكمو توسكي إنرجيتيك في الكور تاعنا ما يشرح تخدم مليح لانيو غليكوجينازيكاتيك وما شابه ذلك ما يشرح تخدم مليح دونك سيستيماتيكمون لا سينتيز دو جلوكوجين لا سينتيز ما راحش تكون بطريقه رمضان وشرب الماء رمضان وشرب الماء اللي هي الماء يمثل حوالي 70% من الجسم نتاعنا دونك اون دو كونسومي دو لو نشرب الماء من على الاقل 1.5 لتر على الاقل في 24 ساعه كي نقولوا 1.5 لتر مش راح نشربها على جهه صافي 1 لتر سيستيماتيكمون لو كور تاعنا ان با با اسيميلي 1 لتر
اكثر من 600 حتى الان اللي يطلب با لو كورت انا لا سيميلي عزكم الله راح ينبلوها دونك لازم اون دو فراكسيوني هذيك لو فوليوم اون فالي فراكسيوني استرجاع حوالي 150% من السوائل المفقوده اي 1.5 لتر في الكيلوغرام من الوزن المفقود اثناء التدريب. من الاحسن انه قبل التدريب نوزن روحي وندخل لونترينمون ومن بعد ابري لونترينمون نعاود نوزن ونشوف ابي بري الا كان جي بيردو 1 كيلو جو دوا صابدير فلا ريكوبيراسيون تاعي جوست نكمل لا سيونس دونترينمون جو دوا كونسومي او كور دو 1 اور ولا 2 اور 1.5 لتر دو بريفيرونس تكون مو انريشي صابدير الماء فيه لي غلوسيد من 6 حتى 8% و بوركوا با دي اسيد اميني دو تيب بي سي ا اللي هما برانشيت شان اسيد اسيدو امين اللي هما لوسين ايزولوسين لا فاليد. وكاين نقطه اذا لم يكن هناك البول صافي ديال اوكور دو لونطريمون عزكم الله ما رحتش للمنحاض نحاض وكي رحت للمنحاض لقيت البول تاعي لونه داكن جدا حاب يقول انه الجسم تاعي راهو جاف لهذا يجب ان نشرب كميه اضافيه من المياه نشرب ببطء المزيد من السوائل حوالي 3 حتى 5 مليلتر في الكيلوغرام كيلوغرام صافي وزن جسم الانسان الرياضي 3 حتى 5 مليلتر بار كيلوغرام يوزن 70 كيلوغرام نضربوا 70 في 5 350 مليلتر في غضون 10 حتى 30 دقيقة قبل التمرين ولا خلال التمرين لكان رحت لليتواليت لقيت البول تاعي داكن نكونسومي مي لا بلوبار دو طون سي افون ليكزيرسيس صافي دير علاش دائما نعطيو ان كونساي بور لي اتليت انو لازم نكونسوميو دلو قبل لونطريمون نعيطو لها لا بواسون داتونت دير من داك نقعدو قاعدين او كور دو لا كومبيتيسيون كاين دي كومبيتيسيون لي اون برينسيب ما نعرفوش المقدار الزمن وتبدا لا كومبيتيسيون تاعي دونك جو دو كونسومي اون بواسون داتونت لا بواسون داتونت اللي فيها الماء وفيها السكريات علاش باه نستهلكو هذيك السكريات الموجوده على مستوى هذه لا بواسون ونخليه ونحافظه على السكريات الموجودة على مستوى الكبد ونحافظه على كل ما هو غليكوجين. كاين لا بواسون دو ديفور صافي او كور دو لونطريمون خلال التمرين خلال المنافسة نستهلكوا الماء. الماء هذا كذلك يكون غني بالاملاح صوديوم بوتاسيوم لانه راح نتعرقوا دونك يا اون بيرت donc sodium pourquoi pas sodium calcium et magnésium sucre de préférence il contient un mélange de sucre par exemple maltodextrine saccharose du glucose ou pourquoi pas du fructose نستعملهم كذلك وكاين دراسات تقول انه نقدروا نضيفوا لي بي سي ا ا مي معظم الدراسات ما تعطيش نتيجه صدر ان يابا اون ديفيرونس سينيفيكاتيف في لوتيليزاسيون كونسيرنون بيان سور لامباكت نتاعها سور لي بيرفورمانس لي سبورتيف دونك نقدروا نستعملوها نقدروا ما نستعملوهاش. وكاين لا بواسون دو ريكوبيراسيون انه اون فوا يكمل التمرين تاعنا لا كومبيتيسيون تاعنا نستهلكوا اون بواسون مشروب يكون غني بالسكريات وهنايا لي زاسيد اميني اللي يلعبوا دور و هادو لي بي سي ا نقدروا نستعملوهم وكاين بليزيور بريباراسيون كاين نقدروا نستعملوا مواد صناعيه قادرين نستعملوا مواد طبيعيه صدير دي بريباراسيون كاين بصون واحد لو جو يعيطوا له جام جوس اللي هو c'est une recette canadienne de l'école canadienne elle est très intéressante où il y a une portion protéinique une portion glucidique et de l'eau et des sels minéraux où il n'est pas juste après
معناها بعد التمرين ولا بعشر دقائق وين هذه الفترة نسموها الميتابوليك ويندو لا فينتر ميتابوليك النافذة الأيضية وين جسمنا رايح يجدد المخزون تاعو الطاقوية بسرعة ولا بافيك اون فيتيس تري انتريسونت دونك الى بيزون يكون محتاج المواد اللي يقدر يصنع بها الغليكوجين بها البروتينات اللي تلعب دور كبير البروتينات اون بوست ريكوبيراسيون عندنا لي ميكرو بليسور عندنا صدير صيانة العضلات إعادة بناء الخلية صدير ليسيون دوماجي إعادة إنتاج الإنزيمات دونك رايحين نعاودو لارسونال تاعنا ميتابوليك اون فا لا رينوفلي جوست افون لا كومبيتيسيون حتى من 20 مينوت حتى يقولوا حتى 72 حتى 48 حتى 72 دو ريكوبيراسيون انعش نفسك خلال النهار بدوشات بارده انه خلال اليوم انا صايمين اشاك فوا ناخذ دوش لكن نقدر لكن كاين الماء دونك لكن كاين علاش لا تجنب او الحد من الاطعمه والمشروبات المدره للبول صدر لي ديوريتيك الشاي القهوه وين كاين لا كافيين وننصح الرياضيين ايفيتي سيلفوبلي لي بواسون انرجيزونت ماشي انرجيتيك انرجيزونت سون سيتي لي مارك بلا ما نذكروا المارك نتاع هذو لي بواسون ايفيتي لي بواسون انرجيزونت اللي فيهم غوانا فيهم لاكتورين فيهم لاكافيين الفولي زيفيتي سيلوبي اوبتي بور لي بواسون انرجيتيك ونقدروا لكن ابري لانترفونسيون بو بوفي بوزي لا كيسيون اللي هي كيل لا ديفيرونس انتر ما الفرق ما بين بواسون انرجيزونت و بواسون انرجيتيك تذكر ايضا استبدال خسائر الملح في نفس الوقت الذي تعد فيه الترطيب خاصه بدرجه الحراره العاليه انه لازم دائما بما انت يعني يكون غني بالاملاح المعدنيه اللي فقدناها خلال التمرين الرياضي ولا خلال اليوم عن طريق التعرق وعزكم الله التبول النصائح الغذائيه لشهر رمضان ننصح بها كل الرياضيين في جميع المستويات وحتى الغير رياضيين ونصائح نقدر نعمل بها وراح تحسننا في صحتنا وفي المردود الممارسة الرياضية التقليل دائما الدقيق الأبيض توسكي اندوستريال الفوليفيتي الأطعمة النشوية رانا شفناها المنتجات المصنعة توسكي اندوستريال كل ما هو معلب نلقاو فيه المواد الحافظة نلقاو فيه الألوان والمشكل الكبير انه العلبه في حد ذاتها سامه لانه العلبه مخدومه بالالومنيوم والالومنيوم مشكل كبير الالومنيوم الاكزامبل اعطيتك اكزامبل بلا ما ندخل في التفاصيل لازم تعرفوا انه رياضي ان سبورتيف سي لو سينونيم تاع لا ميتوكوندري لانه على مستوى الميتوكوندري يتم انتاج طاقه على مستوى الميتوكوندري في الجانب في لا فيليير ايروبي عندنا ما يسمى بالسيكل دو سيترات ولا السيكل دو كريبس في لا رياكسيون شيميك لا بروميير رياكسيون شيميك اللي هي لا ترانسفورماسيون دو سيترات اون ميزو سيترات بار انزيم عيطوها لاكونيتاز هذا الانزيم لاكونيتاز يمشي مع لو فير داكور صافي عنده ان كوفاكتور اللي هو الحديد الالومنيوم لكن جسمنا فيه كميات كبيره من الالومنيوم الالومنيوم راح ياخذ مكان هذا الفير والبا بلوكي راح يثبط هذا الانزيم حاب يقول انه لو سيكل دو كريبس هذاك راح يحبس دونك فريمون سي تان بروبليم لازم نتفاداو كل ما هو منتجات اللي نشكوا فيها نسبه من الالومنيوم خاصة المواد المعلبة نتفاداو كل ما هو دهون غير صحية لكن كنت نقدر أنه في بيتي
زوجتي ولا انايا ولا امي تقدر تستعمل لو بور الزبده الطبيعيه لا لي بريباراسيون تاعها علاش لا تستعمل المارغارين سي ان بروبليم المارغارين وحدها سي ان كوا المارغارين اللي هو بوغ موا بالنسبه ليا غير صحيه تماما للاستهلاك لدى البشر. نم قبل منتصف الليل سي تري انتريسون قبل منتصف الليل. لماذا؟ لانه قبل منتصف الليل الجسم نتاعنا رايح يصدر امين يصنع كميه كبيره من هرمون عيطوا لها الميلاتونين، وهذه الميلاتونين راح تساعدنا للنوم. وباش تخدم الميلاتونين جسمنا لازم يحتوي على كميه كافيه من الاحماض الدهنيه من نوع لاتريبتوفان، وهذه لاتريبتوفان نخدموا بها السيروتونين هرمون السعاده، نخدموا بها الميلاتونين. الميلاتونين هذه ما تخدمش اذا ما كانش هذا الانسان راقد، وما تخدمش صدر بكميات كبيره لكن هناك اون سورس دو لوميير صدر الضوء. طب قادر تكون راقد وراك فاتح اللامب ولا البورتابل تاعك ولا واحد حداك فاتح البورتابل تاعو، قادر ما تخدمش هذا النوع من الهرمون، خاصه لا لوميير بلو. لوميير بلو نلقاوها في زورديناتور تاعنا، نلقاوها في لي لابتوب، في لي سمارت فون، لي طابلات. علاش سي انتريسون كذلك نا اتيتر دانفورماسيون، معناها سي با لازم à titre d'information, nous installons les filtres contre la lumière, les filtres de la lumière contre la lumière bleue. Même قبل منتصف الليل نظام غذائي غني بالخضار والفواكه والتوابل كما شفنا. قبل الفجر نستهلك السوائل والسكريات بطيئة الاستعمال، السكريات الكاملة، وراح نشوفوا في المثال تاعنا على الفطور وعلى السحور راح نشوفوا دي زيكزامبل. الفواكه الطازجة، التمور، هذو المواد كي نستهلكهم خاصة الفواكه الطازجة والتمور راح تسمح يكون عندنا ان ترانزيت انتستينال، صار دير اون اكسيليراسيون دو بيريستالتيزم انتستينال. حاب يقول انه الامعاء تاعنا العبور المعوية راح يكون سريع، كي يقول حاب يقول سريع انه ما يكونش عندنا لا كونستيباسيون انساك، لانه ماهوش مليح عند الرياضي يكون عنده لا كونستيباسيون جنبه لا كونستيباسيون. دونك دو بريفيرونس كونسومي الفواكه الطازجة وحتى الفواكه الجافة خاصة لو برونو اللي هو عين البقره اللي نديروا به الحلو. دكور البريزونتيسيون قادر نستهلكوه مع لوليكاي ولا مع الياغورت، كل واحد على حساب اللي يقول وش يحب، على حساب عاداته يستعمل هذه المواد. يجب الحد من تناول السكريات بين الوجبات في الانترفال. هنا اون بارل دو غرينيوتاج سايد، انه ما بين الوجبات يبدا ياكل في السكريات سي با بيان. خاطرش على هنايا جسمنا كل ما راكم راحين تاكلوا سكريات سريعه جسمك راح ينتج الانسولين، دونك راح تصرا ميكوغليسيمي ايباغليسيمي ايكوغليسيمي ايباغليسيمي سي با بيان. علاش؟ عندها اثر كبير على مستوى الكبد وعلى مستوى الخلايا، واثر كبير على مستوى المناعه. وحنا حاليا كما راكم تعرفوا رانا في 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 اون بيريود دو بانديمي، جائحه كورونا، وين لازم نحافظوا على جاهزية المناعة نتاعنا ولدى الرياضيين تاعنا، لازم تكون دائما المناعة تاعهم. دكتور بن صالح، انا مستاذ غضبان. دكتور بن صالح وقيلا راح تنقض الوعد تاعك، وعدتني بلي تزيدنا محاضرة ثانية، ما ديرش كل شيء اليوم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باش نستوعبوا كل شيء. يعني انا راك حبيت تقول لي خلاص راه الوقت تاعك راه خلاص. ها لا يا خويا، قالك جيب لك فاهم ولا لا؟ انا قريب نكملوا يسمحوا لي على طولت عليهم خلاص. انا لا باش تكون لا كونسونطراسيون المعلومات اللي مديتها لنا نستفادوا منها ونشريوها باش نسجلوها مليح. وعدتني باللي كاين حصتين، قلت لي دومان بريفاس لازم نديروا له حصتين، لازم توفي بالوعد تاعك باش تخلي. تفضل. وراح ناخذوا هنا مثال عن وجبه افطار اليوم. هذا مثال صدير، هذا سي ان اكزامبل، ماشي يلزم نديروه، نو سي ان اكزامبل اللي نقدروا اون بو لو موديفي. صدير قادرين كل واحد يكيفوا على حساب عاداته، على حساب واش راه كاين عنده في الدار، على حساب هو واش يحب كوم بو. دونك اي واحد يقدر يادابتيه على حسابه هو.
فاهمين هذا سيت ان اكزامبل. الفطور ناخذوا حبه تمر نوترو، ناخذوا شويه لبن حليب، اللي ما يقدرش يشرب حليب لبن. ومن بعد سي تري انتريسون لانترفال هذاك داتونت، انه ناكل نكسر الصيام ومن بعد نروح نصلي الصلاه 10 مينوت ولا 15 مينوت. لماذا؟ لانه في هذاك لو مومون جسمنا راح يمتص بسرعه السكريات، راح صوت دكتور بن صالح سيطير سيطير، مانيش اسمع فيك سيطير. الصوت غير مسموع تماما. اكتيفي لو صون تاعك تكون ديزاكتيفيتو. وي هضر شوطي تفضل، ما عندناش نسمعو فيك. دكتور طيب ما نسمع فيك، ما عندناش نسمعو فيك. الو الان رانا نسمعوك تفضل. راك حبست في 15 مينوت تاع بعد الافطار تمر في الانترفال هذاك ما بين كسر الصيام وما بين أن نروح نصلي ولا نريح ولا نروح نغسل وجهي كما تحب واحد كما يحب. في هذوك لي 10 مينوت جسمنا رايح البيت الداخلي، رايح يسقمه، راح المعده تنتج مجموعه من الانزيمات، انه جسمنا يحضر نفسه اون ميم طون يصرا ان بيك دانسولين اللي تري انتريسون. ومن بعد نبداو الفطور تاعنا. الفطور نبداوه دو بريفيرونس اون سالاد اول حاجه. وهذه نصائح في ديننا موجوده. نعم وهذه نصائح في ديننا، انك تكسر صيام بتمر ولبن وبعدين تصلي نعم ناخذوا السلطه اون سالاد متنوعه تكون فيها الالوان متبله بالزيت الزيتون. ولماذا الزيت الزيتون؟ اللي تكون انريشي بلا فيتامين دي 3، حساء من بعد حساء شوربه حضيره، طبق غني بالخضروات مع جزء من اللحوم والدواجن، ولا ما كانش اللحوم والدواجن ولا البيض البقوليات سي تري انتريسون تكلمنا عليهم. البقوليات، شرب الكثير من الماء، تجنب السكريات السريعه والدهون، سيرتو لو كان السكريات السريعه والدهون خاصه اذا كانت عندنا اون سيونس دونترينمون بعد الفطور. وبعد 2 حتى 3 ساعات من وجبه وفقا لعادات الممارسات الرياضيه، لا ينبغي القيام بالانشطه التي تتطلب استهلاكا مرتفعا للطاقه. نشرب الماء اثناء التمرين، يفضل مشروب طاقوي. تكلمنا صدير لي بواسون اونريشي اون غلوسيد 6 à 8% من الكربوهيدرات. ومن بعد عندنا لا كولاسيون اللي هي بوست اكزرسيس ولا بوست انترينمون. عندنا كولاسيون وجبه خفيفه 15 حتى 30 دقيقه بعد التمرين، شريحه من الخبز مصنوعه من الدقيق كامل، زبادي ممزوج بالفواكه المجففه او المكسرات. هنا عطيت ان اكزومبل على المكسرات اللي يقدر يستهلكهم، اللي ما يقدرش ما كان حتى مشكل عادي. عطيت امثله اللوز الجوز، وقادرين كذلك الكاجو نواط كاجو. علاش نواط كاجو؟ لان فيها كميه كبيره من المغنيسيوم 100 غرام تاع نواط كاجو فيه بريسك 250 ملي غرام دو مغنيسيوم. عسل، عصير برتقال مركز ممزوج بالحليب بالاضافه الى قليل من الملح والموز. ناخذ كذلك الجبن البيض مع شرب الماء. وفي فتره السحور الكسكس، لانه اخترت هنا الكسكس لانه هذا البروغرام اللي راني جلي ايطابلي كيفتو على حساب عاداتنا على حساب تقاليدنا، انه لا بليبار معظم العائلات الجزائريه تستهلك تتناول الكسكس، وهنا دو بريفيرونس يكون الكسكس بالقمح الكامل. لا كاين كيفاش، بالاضافه الى الفواكه المجففه، الحليب المخفر اللي هو الراي بوليكاي او الزبادي اللي هو الياغورت، اللبن لو بيتيلي، والفواكه الطازجه الجبن والبيض وشرب الماء. وكما قلت لكم هنا هذا عباره عن مثال لنقدروا نكيفوه على حساب عاداتنا. وكاين ملاحظه اخيره هي انه ليكزرسيس افون الفطور
l'avantage تاعو انه une fois نكسرو الصيام on va récupérer en même temps la récupération راح تتم pendant toute la soirée c'est-à-dire il récupère في الفطور يكونسومي ومن بعد عنده une petite collation ومن بعد عنده السحور مي لافونتاج نتاع ليكزيرسيس اللي هو بوست فطور انك وزالي مونجي ومن بعد تونطريني ومن بعد عندك une récupération اللي هي plutôt la collation minuit en même temps عندك السحور وكل واحد كاين دي سبورتيف قادرين يونترينيو بي كوتيديان صافا دير قبل الفطور لكن امكن وكاين اللي قبل وكاين اللي بعد انا هذا ماهوش من التخصص تاعي راح نشوف ان شاء الله مع المعدين البدنيين راح يعطيو رايهم ولا المدربين وانا نتكلم من ناحيتي كنيوتريسيونيست ابري الفطور سي بلوز انتريسون داكور قبل الفطور سي انتريسون ولكن سور لو بلان ميتابوليك بوست الفطور سي بلوز انتريسون وبور لي زاتلات في كوتيديان قبل وبعد واش عليه العكس هذاك راهو باش يغاردي لا فورم عندنا على عنده ان بروغرام بيان ايتابلي احنا نحكيو على اللي ما يقدرش يدير لو في كوتيديان لكن في لو لكن ماهوش في لو نيفو انا نهضر داكور يعني لو نيفو دونك الي الي اوبليجي الصوت صوت دكتور صوت دكتور طيب صوت طيب دكتور بن صالح الصوت وي الان نسمع فيك تفضل الو تسمع فيا استاذ انا اسمع دوك تفضل مرحبا تفضل الو وي انا نسمع فيك انا نسمع تفضل طيب الو الو طيب تسمع فيا استاذ دوك انا نسمع اقدر انا نسمع فيك قلت لك انه لو بي كوتيديان مع الحجر المنزلي سي ان بو ديفيسيل وي بيان ولكن احنا رانا نتكلموا بطريقه عامه ورانا نفصلوا كل واحد على مقدوره ان شاء الله فوالا وشكرا على حسن الاصغاء وان شاء الله ما طولتش عليكم وراني اجتهدت انه نتكلم باللغتين وسامحوني الا كان حوايج ما فهمتهمش مليح ولا كذا مشكور كل الاجابه الكافيه والحاجه اللي ما نعرفوش ونجاوبكم باذن الله ان شاء الله بارك الله فيكم مشكور دكتور طيب بن صالح على هذا بن صالح طيب على هذه المحاضره القيمه مشكورين جميع الزملاء على الاسئله المطروحه على تفاعلكم معنا على صبركم يعني خلال هذه المده كلها وهذا يدل على اهتمامكم ويشجعنا أكثر أننا نزيد نبرمجكم محاضرات أخرى في التغذية الرياضية لكي يتمكن المدرب من الموازنة ما بين التحضير البدني والتحضير التقني وجميع أنواع التحضير مع التغذية الصحيحة التي تحافظ على التحضير والتعب اللي كان خلال هذا البروغراماسيون تاع ديزونترينمون البروغراماسيون تاع البيريود مع لا باليش انا بريباراتور لا كومبيتيتيف والله حتى في لاتراب والله حتى في لا بيريود دو ترانزيسيون هذه كلها راح نتناولوها ان شاء الله مع الدكتور صالح بن طيب في ممكن في عده محاضرات هو اللي راح يقترح لنا واش راه موجود على حساب الوقت نتاعو وهو مشكور على المجهود هذا مشكورين جميعكم على صبركم وحضوركم معنا يعني كاين جيد دليل الرياضيين الجزائريين درناه مع شركة تكنوبيرف راه موجود في صفحة الفيسبوك الدليل باللغة العربية وباللغة الفرنسية فيه الجزء الخاص بالتغذية فيه الجزء الخاص بالتحضير العقلي والذهني والنفسي وفيه الجزء الخاص بالتحضير البدني للرياضيين الجزائريين وفيه بعض المعلومات الخاصة برمضان والحجر
المنزلي، هذا تقدروا تنشارجيوه غراتويتمو كذلك، تدخلوا مباشرة الصفحة تاع الفيسبوك الخاصة بتكنوبارف، تلوجدوا الدليل باللغة العربية باللغة الفرنسية كاين ليا تنشارجيوه. بالنسبة للمحاضرة تاع أمس موجودة على قناة اليوتيوب تكنوبارف، وتوجدوها في صفحة الفيسبوك مباشرة بالضغط على الصورة تاع المحاضرة تاع الدكتور حميسي، تدخلوا مباشرة تعودوا تشوفوها. ورايحين تلقاو كذلك محاضرة غدا إن شاء الله مثل تاع حميسي توجدوا تاع الدكتور طيب بن صالح على مستوى قناة اليوتيوب. كذلك ما تنسوش توزعوا هذا الدليل على المجموعات أخرى لكي يستفادوا منه، ممكن واحد ما هوش شايف لاباج فيسبوك أو السيت ويب تاعنا ما يقدرش يوصل للدليل هذا، وزعوه قدر المستطاع لأنه يعتبر صداقة جارية قامت به الشركة تكنوبارف في هذا الحجر المنزلي، وإن شاء الله ادعونا معكم. وكاين نضربوكم موعد إن شاء الله غدا اللي ما خلوناش نريحوا باش نبريباريوكم محاضرة أيما في التحضير أو في تحليل الأداء الرياضي عن طريق برنامج دارتفيش، التحليل الفني والمهنة تاع المحلل الفني راح تكون إن شاء الله غدا في نفس الموعد على الساعة 10 ليلا، 10 حتى 10:15 راح تكون المحاضرة إن شاء الله تكون في الموعد وتعلموا زملائكم. حنا ذكر وعدنا لكسي حتى 500 مشارك يقدر يكون، لحين المشكلة هذه تاع 100 بارتيسيبون، راه الأمر مفتوح وإن شاء الله تكونوا استفدتوا جميعا. وممكن نديروا صورة جماعية أخ طيب نحينا برك البريزونطاسيون تاعك البارتاج ديكرو تاعك نحيه ديزاكتيفي البارتاج. الأخ حمزة عندي برك تعقيف، تفضل. إن شاء الله بربي راح نديروا لا نوتريسيون تاع لي سبور دو جروب هاندبال وفوتبال إن شاء الله. سبور كوليكتيف فوالا لي سبور والباسكت والباسكت والفولي نقدروش ندخلوهم سي لا ميم شوز راهم يدخلوا كاع مع الهاندبال. لي سبور كوليكتيف فوالا ان شاء الله نضربكم بوعد ان شاء الله راح نديروا هذا الحصه مع الدكتور بن صالح خاصه بالرياضات الجماعيه، وممكن حصه واحده اخرى خاصه بالرياضات الفرديه، لانه كاين دي سبيسيفيسيتي في لي سبور انديفيديوال، كاين دي سبيسيفيسيتي سا دي بون ديسيبلين. لي سبور كوليكتيف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نضربكم بوعد ان شاء الله غدوه ان شاء الله على الساعه 10، ومرحبا بكم جميعا وشكرا.